أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مملكة البحرين تولي قطاع البيئة اهتماما كبيرا بفضل ما يحظى به من دعم من لدن جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوها بالاستمرار في رسم السياسات الكفيلة بحماية الموارد البيئية والطبيعية واستدامتها. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة وزير النفط والبيئة لورشة العمل التحضيرية التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بهدف رفع جاهزية الوفد المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بنسخته 27 المزمع عقده في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة في نوفمبر المقبل. وأشار سعادته إلى توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بشأن أهمية مواصلة المساعي من أجل الإيفاء بالتزامات مملكة البحرين المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وحول الورشة التحضيرية قال بن دينا أنها تهدف لتهيئة وإعداد الكوادر الوطنية المشاركة في هذا المؤتمر لرفع جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة ومواكبة آخر التطورات العالمية بشأن تغير المناخ وتبادل الخبرات مع مختلف المختصين وممثلي دول الأطراف المشاركين في المؤتمر. طبعا احنا لازم نعد أنفسنا ونعد فريق البحرين اللي بيشارك خصوصا لحضور قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ. الفريق بيكون يحضر كافة المفاوضات وبذلك بيشارك في المعرض ليبرز دور البحرين في موضوع تغير المناخ وما هي البرامج اللي البحرين قامت فيها للحد من ظاهرة تغير المناخ. الورش اليوم كان هدفها أنها تهيئة الوفد البحريني اللي بيحضر كوب 27 في شرم الشيخ بالمفاوضات وطبيعتها والترمينولوجيز اللي يستخدمونها في المفاوضات، وبالإضافة إلى جهود مملكة البحرين في التصدي لتغير المناخ وخطط العمل على تحقيق أهداف اللي أعلن عنها سمو ولي العهد في كوب 26 سواء كان الوصول للحياد الصفري في بحلول 2060، خفض الانبعاثات 30 بحلول 2035، مضاعفة التشجير ومضاعفة نبات القرم بأربعة أضعاف. فحضورنا في ورشة الاستعدادات لكوب 27 جيدة لإعداد الفريق for the negotiation panels في الكوب 27 وإعداد الفريق وإعدادهم بالمعلومات والوسائل التي تؤدي إلى نجاح الفريق في تمثيل مملكة البحرين في هذا الحدث العالمي المهم.